اسالك، مارسيل كولر استطاع ان هو يكسب الزمالك رغم انه الزمالك كان الافضل في اللقاء استحواذا واداء وفرصا كمان، ايه السبب من وجهة نظرك؟ طيب في البداية ألف مبروك للنادي الأهلي وجمهور النادي الأهلي وإدارة النادي الأهلي والجهاز واللعيبة، وهارد لك لنادي الزمالك اللي كان بالمناسبة تاني شوط كان أحسن بكتير بكتير جدا. شايف يا هيما إن التاريخ بيعيد نفسه، سبحان الله كأني بتفرج على مباراة 91 92 نهائي كأس مصر في استاد القاهرة، الزمالك أحسن بكتير والأهلي بيخطف اللقب. النهاردة ده نفس اللي حصل. وجهة نظري إن التغييرتين اللي أنا قلت لك عليهم وقلت لأبو بدر عليهم اتأخر جدا فيهم، قلت لك على تغييرتين، هو عمل ثلاثة مرة واحدة. كلمة حق ها؟ نعترف له. نعترف له خلاص. والله صراحة. تامر بدوي. أنت تؤمر أبو بدر أنا عديها له. يلا. يلا. قلت لك ولو إنه ما قالش حاجة يعني. لا والله. قلت لك مروان مكان نيدفيد. وقلت لك قفشة مكان السولية. هو زود عمل تغيير ثالث كلاسيكي، نزل عمر كمال عبد الواحد مكان بيرسي تاو، ده تغيير كلاسيكي لأن فتوح بدأ يتجرأ وبدأ هو وشلبي يعملوا دبل أب على محمد هاني عظيم. علشان يلبسوه الإنذار الثاني ويطردوه، وطبعا محمد هاني هيبقى لينا واقفة عنده لأنه محتاج يراجع نفسه في الفترة الأخيرة. اللي عجبني في جوميز المدير الفني للزمالك سريعا بقى عشان نروح لحسن غنيمي، أعلى درجات الريسك. لو بدأنا بحالة الزمالك أخذ أعلى درجات الريسك ورمى كل لعيبة الكورة عنده، أجبر على تغيير شيكابالا بزيزو بين الشوطين لأن زيزو اتصاب، لكن رمى ناصر ماهر وبقى عنده لعيبة كورة ناصر ماهر وراء عبد الله السعيد وشلبي في الطرف الشمال شيكابالا في الطرف اليمين، ونزل كمان سيف الدين الجزيري وضغط على الأهلي أكتر وأكتر. تعالى أوري لك ناصر ماهر عمل إيه أول لما نزل. أدي ناصر بدأ يتحرك ويعمل فنتات وترنات وبدأ يهدد مرمى النادي الأهلي، حتى لما راحت في الطرف اليمين وراح الثاني في الطرف الشمال ناصر ماهر باستمرار عامل ازعاج كبير جدا للاهلي. هنا هتروح هنا فتوح زاد وسبقت بيرسي تاو، بعد اللقطه دي قام ادى تعليمات لعمر كمال، بص ناصر ماهر هرب من الرقابه خلق مساحه حط ضعيفه جدا صحيح. فناصر بدا يسبب ازعاج كبير جدا في عمق ملعب النادي الاهلي، فكان لازم يعمل تغييرات اسرع من كده. بتكلم بقى دلوقتي على مارسيل كولر ما يستناش للدقيقه 70 او حوالي 72 عشان يعمل الثلاث تغييرات.